هذا البرنامج برعاية مرحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، مكملين بنسمع من الفلاح المصري، بنشوف إيه أهم مشاكله، بنشوف إيه أهم طلباته، بنحاول نوصل له المعلومة الإرشادية أيضا في وقتها. معايا أستاذ مينا من البحر الأحمر، اتفضل أستاذ مينا. المدام معاك، مدام مينا. يا أهلا بيك، اتفضل. الله يخليك. إحنا بس هو عنده إعاقة يعني في عينيه، وكذا مرة يعني نروح للمحافظ عشان خاطر نقابله كده عشان يبقى فيه مساعدة، عشان بالنسبة لشغله هو بالنسبة لخمسة في المية اللي هو الخمسة في المية من المعاقين. أيوه. مش بيرضى يقابلنا خالص يعني. بس وهو بياخد تأمين 350. بياخد معاش 350. معاش ده؟ 350، وبندفع إيجار شقة 350 زي ما أنت عارف البحر الأحمر غالي خالص. ومفيش دخل غير ممكن حد يساعدنا يعني 50 جنيه مش عارفه ايه، واحنا معانا 3 عيال. هو معاه مؤهل؟ حصل على مؤهل؟ لا لا. طيب مش حاصل على حاجه. طيب انتوا قدمتوا طلب في المحافظه؟ اعدادي بس يعني. طيب قدمتوا طلب قبل كده في المحافظه للحصول على فرصه عمل 5% اعاقه او حاجه؟ كذا مره صدقني ومفيش يعني. طيب مش بيرضي يدخلونا اصلا. بعد اذنك بس هتسيبي لي تليفونكم واحنا هنتواصل مع السيد المحافظ بحيث نشوف له فرصه عمل في الخمسة في المية لان ده من حقه. فهتسيبي بس البيانات واحنا هنتابع مع السيد المحافظ. تمام، شكرا على ذوقك. لا العفو يا فندم. يعني المفروض ان بيبقى في اداره للعلاقات العامه، في موظف بيشوف ايه هي مطالب المواطنين، ناخد منه الطلب بتاعه ونقول له والله احنا ممكن مفيش حاجه الشهر ده نساعدك بيها، مفيش فرصه عمل لكن ممكن الشهر الجاي، حد يرد عليه لان هو ده مواطن وليه حقوق، ولما يكون ليه ظروف خاصه المفروض ان احنا كلنا بنقف جنبه وبنساعده. واحنا من جانبنا هنوصل صوتك طبعا وطلبك للسيد المحافظ، نشوف امكانيه ان يكون ليه فرصه بالنسبه للوظيفه بنسبه 5% اعاقه.